السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا اليوم الجزء الثاني من درس التحليل الإحصائي، وهو من مقرر ريض 263 لطلبة المستوى الثاني الفيز والريض. نبدأ بأهداف الدرس. هدفنا الأول أن نوجد مقاييس التشتت، أما الهدف الثاني فأن نحل مسائل حياتية باستعمال الانحراف المعياري. هدفنا الأول أن نوجد مقاييس التشتت. ما هي مقاييس التشتت؟ يقول تصف مقاييس التشتت مقدار تباعد البيانات أو تقاربها، ويوجد مقياسان هما التباين والانحراف المعياري، ويقيس هذان المقياسان مدى تباعد المجموعة البيانات من الوسط أو تقاربهما. طبعا عندنا يقول لي يمثل الرمز، عندي رمز في البداية، هذه الرمز، هذه يمثل ماذا؟ يمثل الوسط للعينة. شلون نقرأ؟ نقرأ إكس بار. ويمثل الرمز، عندي هذه الرمز، هو الوسط للمجتمع الكلي، ونقرأ بميو. ويحسب كل من الوسط للعينة والمجتمع الكلي بنفس الطريقة. شلون نتذكر؟ هي مجموع البيانات قسمة عددها. لكن ننتقل إلى الشيء الثاني، وهو الانحراف المعياري. لكل من بيانات العينة وبيانات المجتمع الكلي له طريقة، فتختلف من خلال العينة أو المجتمع الكلي. فيما يأتي توضيح لطريقة حساب كل من الانحراف المعياري للعينة، فبنشوفه يا بعض شلون نحله. للعينة نذكره بأس، للانحراف المعياري للمجتمع نقول عنه سيجما، وهذه هي إشارة السيجما اللي بنستخدمها حق الانحراف المعياري للمجتمع. ننتقل إلى القانون اللي عندنا حق الانحراف المعياري. إذا كانت عينة فبنقول S تساوي جذر، تحت الجذر بيكون عندنا سيجما، K تساوي 1 إلى N، X K ناقص X بار لكل تربيع على N ناقص 1. طبعاً نحط بالنا أن الN هي عدد قيم العينة، لكن في حالة المجتمع الكلي بنقول سيجما تساوي جذر سيجما K تساوي 1 إلى الN حق من؟ إكس الK ناقص الميو لكل تربيع قسم الN، بعد الN هي عدد قيم المجتمع. إنزين، نشوف سؤال يقول لي أوجد التباين والانحراف المعياري مقربا إلى أقرب جزء من 10 للقيم البيانات اللي عندنا إياها. عندنا 5 قيم، لازم في البداية نحدد إذا كانت هذه تعتبر عينة ولا مجتمع كلي. طبعا بما أن ما عندي لها 5 قيم فتعتبر مجتمع كلي، فأنا أول خطوة حددت كانت عينة ولا مجتمع. خطوة ثانية راح أوجد الوسط، فأو خطوتنا نوجد الوسط، بنقول ميو تساوي خذينا كل القيم قسم عددها، وإحنا عندنا 5 قيم فقسمناها على 5، طبعا ناتجها بيكون 10. خطوتنا الثانية نوجد التباين. شلون بنوجد التباين؟ لازم، لأن إحنا نعرف أن هذه مجتمع كلي، إذا بتكون سيجما تربيع تساوي، بنحط القانون تساوي. نلاحظ ويا بعض شلون بنحط القيم اللي هني. أول شيء بناخذ أول قيمة وهي 6، فبنقول 6 ناقص 10 اللي هني لكل تربيع. بنفس الطريقة راح أخذها حق القيمة الثانية وهي 10، فبقول 10 ناقص 10 لكل تربيع، وبنفس الطريقة لكل الأعداد قسمة الآن وهي 5، راح يكون الناتج 9.2. زين، خطوتنا الأخيرة نوجد الانحراف المعياري. عشان أوجد الانحراف المعياري راح أقول التباين تحت الجذر، لأن التباين تربيع، فبقول سيجما تساوي جذر 9.2 بالبوينت تقريبا راح يكون 3.0، وإحنا نحط بالنا أن طلب في السؤال إلى أقرب جزء من 10. أوكي، هذه بالنسبة حق التقريب. ننتقل إلى السؤال الثاني. مثال 2،
القيم الآتية تبين عدد العاملين في عينة. من البداية سؤالي قال لي عينة، عينة من 5 مؤسسات مختلفة، حطاني مجموعة من الأرقام، أوجد الوسط والتباين والانحراف المعياري مقربا إلى أقرب جزء من 10. طبعا حددنا أن هي عينة. الخطوة الأولى نوجد الوسط، نفس الطريقة مجموع القيم على عددها ونسميها إكس بار، وطلع لي 7.4. خطوتنا الثانية نوجد التباين. عشان نوجد التباين لازم نتذكر أن قانون العينة شنو بيكون؟ بيكون S تساوي، ونحط بالنا بعد أن في المقام القانون N ناقص الواحد. راح نعوض بنفس الطريقة اللي عوضنا المساعة، وراح أقول أول قيمة عندي إياها ناقص الوسط اللي حصلته، فستة ناقص 7.4 لكل تربيع، وبنفس الطريقة راح أجمع حق باقي القيم. قسمة 5 ناقص الواحد وهي 4، فبيكون الناتج 4.3. الحين لازم أنا أوجد الانحراف المعياري. عشان أوجد الانحراف المعياري راح أقول جذر قيمة التباين، ففي الحالة اللي عندي إياها بقول جذر 4.3، فبيكون الناتج تقريبا 2.1. ننتقل الآن إلى الهدف الثاني، وأن نحل مسائل حياتية باستعمال الانحراف المعياري. سؤالنا يقول القيم الآتية تبين أطوال عينة من 8 لاعبين ناشئين بالسنتيمترات بأحد الأندية الرياضية. طبعا عندنا هذه القيم. ما مقاييس النزعة المركزية ما مقياس النزعة المركزية الأنسب لهذه البيانات ولماذا؟ طبعا نلاحظ أول شيء لازم البيانات، هل عندي تكرار أكثر؟ هل عندي قيم متطرفة أو لا توجد قيم متطرفة؟ نلاحظ أن القيم كلها في نفس الفترة، فإذا لا توجد قيم متطرفة فبستخدم الوسط. ليش؟ لأنه لا توجد قيم متطرفة مثل ما ذكرنا. ننتقل إلى الجزء الثاني وأوجد الوسط. طبعا لأن عندي عينة فبقول إكس بار تساوي، راح أجمع جميع القيم قسمة عددها، فراح يكون الناتج 121.25 أوكي سنتيمتر. ننتقل إلى أوجد الانحراف المعياري للبيانات. عشان أوجد الانحراف المعياري لازم في البداية أوجد التباين، وقانون التباين حق العينة هو S تربيع تساوي سيجما X الكي ناقص X البار لكل تربيع على N ناقص الواحد. طبعا انت احنا ايش بنسوي؟ لازم ناخذ القيمه ناقص قيمه الوسط ونربعها ونجمع القيم كلها مع بعض، راح يكون الناتج تقريبا 305.4. في النهايه نوجد الانحراف المعياري. الانحراف المعياري عشان نوجده دائما ناخذ جذر قيمه التباين، ففي حالتنا راح يكون الناتج 17.5 سنتيمتر. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.